بس اسكت بقى احسن تجيب الفلوس. ما نصوره. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده عايزه اقول لكم بقى اني ما عملتش فيديوهات من زمان، انا تعبانه شويه. واحمد اهو ما صدقت ان هو جه، قلت له اعمل لي فيديو عشان اصدقائي راحوا ومش لاقي اصدقائي، ما حدش بيسال عني يعني. وطبعا ده فسيخ اهو مخلي، والزبون جاي مخصوص من اخر الدنيا. والزبون ده بقى جاي لنا من اخر الدنيا، منين بقى حاجه؟ انا جاي من العنتر مخصوص والله. متعنتر، اهلا بمتعنتر كلها. ده زبون عندنا خد من عندنا وبياخد على طول، وربنا يا رب يجعله بالف الهنا والعافيه. وطبعا احنا جايبين له احلى فسيخ اهو، ما شاء الله ميك اب ربان. شفتوا بقى انتوا عايزين تسمعوا لي حلاوتك يا احمد، يا جمالك يا احمد. بص بقى حلاوه احمد، وشوفوا الخلي ازاي، مش زي ام احمد تقعد تخلف. شوفوا السمنيه اللي نازله من الفسيخ، شايفين السمنيه؟ يعني ده كله خساره وبس خساره. بس يلا بقى، بس احنا ما نسيبش بقى حاجه. وعلى فكره والله العظيم انا ما شفت بصراحه ربنا تنظيف سيسيخ زي احمد بصراحه، يعني الف انا وصحه ما بخليش فيها الهوا اهي. بشفاها كانها حته لحمه قدامه، بطلع بس منها حته العظمه اهي. والالف انا وصحه وعافيه اللي هياكل ده بقى بنقول عليه ميك اب رباني. فسيخنا لونه جميل، انا بشوف فسيخ كده بيجي على الفيسبوك والحاجات دي، لا فسيخنا جميل جميل بجد والله. المفروض ما نفتحش هنا يعني. المفروض نفتح في بغيث، نفتح في ايطاليا، نفتح في اي حته كده. احنا خساره في البلد دي صح؟ ايوه احنا عايزين نفتح في اي مكان تاني. انا شفت واحد امبارح بيعمل فسيخ بالدهب. ده حلوه دي. اهي الدهب ده، اهي الدهب اللي انت عامله ده يا عم. تعالى شوف الفسيخ بتاعنا ميك اب رباني، مش دهب. دهب ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ دهب ده احنا فسخنا، ده احنا فسخنا دهب بيطور. بقول لك بعمل فسيخ بالدهب. دهب ايه ده؟ حطيت حتتين فسيخ في بلاستيكاي. زيت الزيتون والله خلصان. معلش بقى، اللي كان عندي المره اللي فاتت انا حطيت لك منه. ده يا حطيت لك كان بتاعي والله. يعني جاي بخصوص زيت الزيتون. يلا لا ما هو دي حلو، يلا ما مش مشكلة. لا بس دي حلو برضه كتر روش. شو بقى الفسيخ ايه؟ الفيديو اتقطع كده خلاص، اتقطع كده الفيديو اتقطع والله.